انتشر مقطع فيديو لسعودياتهم عم يرقصوا جوا سيارة ماشي على طريق الجسر المعلق غرب مدينة الرياض بالسعودية، وكمان كانوا عم يتعاطوا الحشيش المخدر. الفيديو أثر جدل كبير بالشارع السعودي، وبمقطع الفيديو كان بشاب مهمته قيادة السيارة والتصوير، وكان مكتوب على السيارة عبارة في دستور الفلة اللي بنفس نخلى. قدرت مواقع التواصل الاجتماعي إنها تقرب المشاهير والسياسيين من الجمهور بشكل كبير وملفت، والعائلة المالكية الأردنية متميزة بشكل خاص بهذا الموضوع. وبعطلة نهاية الأسبوع اللي فاتت نشر أفراد العائلة المالكية الأردنية أكثر من سرعة فوية حازت على إعجاب الجماهير. ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نشر صورة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مع أخته الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني وعلق عليها: سلمى شو بتضحكي دائما لما بحكي معك؟ وانتشرت سيلفي للطفل مع سمو الأمير علي، وبالتفاصيل إنه الطفل وبكل براءة وعفوية قال: يا أمير علي تعال تصور معي سيلفي. أما الملكة رانيا العبد الله فنشرت على إنستغرام صورة لشوكولاتة كبيرة معلقة عليها: اليوم اتحقق أحد أحلام طفولتي، توبلرون كبيرة، وظهرت فيها الملكة وهي سعيدة كتير وكتير عفوية. كان معكم أرواد بملخص أخبار البوابة. لمزيد من الأخبار اشتركوا بقناتنا على اليوتيوب أو زوروا موقعنا على الرابط بالأسفل. البوابة، بوابتكم لأخبار الشرق الأوسط.